يا أهلا وسهلا، أنا آسر جميل، وفي الفيديو ده هنشرح سؤال رقم 18 من Sample Exam A الخاص بالـ ISTQB Foundational Level Course. طيب، انت هتبص على السؤال كده الأول وهلة هتحس إن دي مقالة من مجلة عالمية ومطلوب منك حاجات عميقة أوي وحاجات عظيمة، بس يعني لو خدنا كده كل جملة كده على حدة وفهمناها هنلاقي الموضوع بسيط. طيب السؤال بيقول ايه؟ You will be invited to a review. حد هيدعوك عشان تعمل مراجعة. The work product to be reviewed، الشيء اللي انت هتعمل له مراجعة، هو عبارة a description of the in-house document creation process. البرودكت اللي هتعمل له مراجعة هي وصف لعملية صناعة الملفات documentation، الملفات. The aim of the description، هدف الوصف، is to present the work distribution between the different roles involved in the process in a way that can be clearly understood by everyone. بيقول لك هدف الديسكريبشن اللي انت هتراجعها هو ان انت is to present the work distribution، ان انت توضح توزيع المهام على الناس بمختلف وظائفها بحيث ان كل مهمة تبقى واضحة للجميع، او تبقى مسؤولية كل مهمة تبقى واضحة للجميع. ماشي. You will be invited to a checklist review، مراجعة بالتشيك ليست. The checklist will also be sent to you. It includes the following points. 1. Is the person who performs the activity clearly identified for each activity؟ هل الشخص اللي بيعمل الاكتيفيتي او النشاط ده، هل هو موضح او معرف بشكل واضح لكل عملية او لكل نشاط او لكل مهمة؟ 2. Are the entry criteria clearly defined for each activity؟ الانتري كريتيريا هي الحاجات اللي لو موجودة هنقول احنا جاهزين عشان نبدأ العملية او نبدأ الشغل، تمام، او نبدأ المراجعة. 3. Are the exit criteria clearly defined for each activity؟ الاكزيت كريتيريا الحاجات اللي بعد ما نخلص الشغل او نخلص المراجعة ونلاقيها موجودة فهنقول تمام احنا كده خلصنا الشغل. فهل الانتري كريتيريا والاكزيت كريتيريا معرفين بشكل واضح لكل نشاط او لكل مهمة في المراجعة؟ 4. Are the supporting roles and their scope of work clearly defined for each activity؟ بيقول لك هل كل رول، يعني كل مسؤولية حد أو كل عمل، يعني عمل حد ونطاق العمل بتاعهم معرف بشكل محدد لكل نشاط ولا لا؟ تمام. In the following we show an excerpt of the work result to be reviewed for which you should use the checklist above. بيقول لك في اللي هيحصل في اللي هيجي دلوقتي معاك هو عبارة عن مقتطفة، excerpt يعني مقتطفا أو مقتطف، of the work result، عن نتيجة العمل اللي مفروض تراجعها استنادا على التشيك ليست أعلاه اللي هي الأربع نقاط دي. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ After checking the customer documentation، بعد مراجعة ملفات العميل للاكتمال يعني من ناحية ان هي كاملة وصحيحة، the software architect، مهندس السوفتوير او الديزاينر، creates that system specification. تمام. Once the software architect has completed the system specification، بعد ما المصمم السوفتوير بيكمل عملية تحديد السيستم، he invites testers and verifiers to the review، بيستدعي ناس كتسترز وفيريفايرز عشان يراجعوا. A checklist describes the scope of the review. A checklist describes the scope of the review. يعني checklist بتوضح نطاق المراجعة. Each invited reviewer creates review comments. كل حد مدعو من المراجعين
بيعمل له نقاط أو تعليقات خاصة بالمراجعة if necessary لو محتاج, and concludes the review with an official review done comment, وبيكمل مراجعته يعني بشكل رسمي بيكتب فيها ايه done comment, الموضوع تم. طيب السؤال بيقول ايه, which of the following statements about your review is correct, ايا من الجمل التالية الخاصة بمراجعتك صحيحة, مراجعة ايه, مراجعة الجملة دي. طيب point A بتقول لك ايه بقى, point 2 دي اللي هي رقم 2 من التشيك ليست, has been violated, تم انتهاكها. ليه؟ عشان it's not clear which condition must be fulfilled to invite to the review. ان تم انتهاك نقطة رقم 2 من التشيك ليست لانه غير واضح ايه هو الشرط اللي محتاجينه او محتاجين نحققه عشان نبدأ ننفايت نستدعي الناس للريفيو او المراجعة. طيب فايه دي علاقتها, بس الجملة دي علاقتها برقم 2, رقم 2 تتكلم على الانتري كريتيريا اللي احنا قلنا ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نبدأ المراجعة. فالاجابة دي غير صحيحة لان هي اوريدي موجودة في المراجعة عندنا هنا. موجودة فين؟ بيقول لك once the software architect has completed the system specification he invites testers and verifiers to the review. تمام, فبالتالي ان هذه الجملة موجودة تقول لك ايه, ان اول ما المصمم السوفتوير خلص السيستم سبيسيفيكيشن بيبدأ يدعو المحققين او المراجعين للمراجعة, فدي انتري كريتيريا مظبوطة. معنى الكلام ده ان اجابة رقم ايه مش صحيح. B, you notice that in addition to the tester and the verifier the validator must also be invited. انت بتاخد بالك ان بالاضافة الى التستر والفيريفاير المحقق والمراجع ففي فاليديتور ممكن يكون مدقق, must also be invited. بيقول لك بقى طالما this item is not part of your checklist you do not create a corresponding comment. طالما ان النقطة دي مش موجودة ضمن الاربع نقاط اللي موجودة في التشيك ليست فبالتالي مش هتقدر تعمل اي تعليق. والاجابة دي غلط. ليه؟ لانها موجودة هنا عندنا في الجملة, each invited reviewer creates review comments if necessary. تمام, فالجملة دي بتقول لك ان الحل رقم B خاطئ. C, point 3 اللي هي دي بتتكلم عن exit criteria, تقول لك point 3 of the checklist has been violated, تم انتهاكه. ليه؟ as it's not clear what marks the review as completed, لانه غير واضح ايه اللي بيقول لك ان المراجعة تم الانتهاء منها. وهذا غير صحيح. ليه؟ لاني موجود هنا في الجملة and concludes بعد الجملة دي the review with an official review done comment. معنى كده ان الريفيور او المراجع بعد ما بيخلص الريفيو بشكل رسمي بيكتب done comment, فبالتالي اجابة C غير صحيحة. فبالتالي لم يتم انتهاك نقطة رقم 3 ونقطة رقم 2. نيجي عند النقطة الرابعة, هي الصحيحة طبعا بس انا افهم صحيح عليه. point 1 اللي هي دي, the person who performs the activity clearly identified for each activity of the check has been violated, تم انتهاكه. ليه؟ it's not clear who's providing the checklist for the invitation to the review. مش واضح مين الشخص اللي بيدي التشيك ليست للمدعوين للمراجعة. الجملة دي بتقول لك كده. تمام, ونقطة رقم واحد في التشيك ليست تقول لك ايه, هل الشخص اللي مسؤول عن النشاط عن ان هو يؤدي النشاط موضح عند كل نشاط او مهمة, يعني الشخص اللي مسؤول ان هو يخلص مهمة معينة هل هو واضح هو مين؟ دي اول تشيك ليست. او الاجابة بقى بتاعتها بتقول لك ايه, او الاجابة اللي موجودة اللي هي رقم دي of the checklist has been violated, ان دي تم انتهاكها. ليه؟ عشان مش واضح مين اللي عمل التشيك ليست. تمام, ليه دي بتوافق مع دي؟ لان دي اكتيفيتي, اللي عمل التشيك ليست ده يعتبر اكتيفيتي,
فمين الشخص اللي عمل التشيك ليست؟ استنادا على البوينت رقم واحد، لازم يكون الشخص اللي عمل التشيك ليست معروف هو مين. طيب هل الشخص ده اتقال اسمه او اتقال وظيفته في الجمل اللي احنا شايفينها هنا في المراجعة؟ لا. ليه؟ لان اقرب حاجة بتكلمك على التشيك ليست هي دي. بيقول لك ايه؟ التشيك ليست ديسكرايبس، استخدم هنا ايه اللي بتستخدم للنكرة؟ التشيك ليست، قائمة بتوصف النطاق المراجعة. طيب مين اللي عمل القائمة دي؟ غير واضح. فبالتالي الإجابة دي هي الصحيحة. ليه؟ عشان مش واضح مين الشخص اللي عمل التشيك ليست. بس شكرا.